بصلاة العشاء وصلاة العصر. وهذا الحديث من الأهمية بمكان، لأن مولانا تبارك وتعالى خص أهل جواره بخاصة الهدايا في جنته ثوابا لهم على صلاتهم من بين سائر الأعمال، فجعل هداياه إلى أوليائه في جنته بمقادير صلواتهم في الأوقات التي كانوا يصلونها، وكذلك جعل تسليم ملائكته عليهم بمقادير أوقات صلواتهم من بين جميع الطاعات التي افترضها الله تعالى على العباد. الليلة إن شاء الله حنبدأ حديث هذه الفضائل بالحديث عن صلاة الفجر وما لها من نصيب في هذه الهدايا وما لها من قدر وشرف، لنرى من خلال ذلك ما يضيعه كثير من الناس عندما يتهاونون بصلاة الفجر. ونبلات صلاة الفجر لأنها تعتبر من الصلوات المهجورة إلى حد ما، مع أننا هنا في هذا البلد أولى بأن يكون مسجد عامل في صلاة الفجر، لأن الناس يستيقظون مبكرا لأعمالهم. فحنشوف مع بعض هذا الشرف، ونبدأ بأول شرف لهذه الصلاة، أن الله تعالى سماها في كتابه قرآن الفجر، فقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. العلماء، علماء التفسير جميعا أخذا من الحديث ومن السنة، قالوا المقصود هنا بقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، صلاة الصبح هي المقصودة هنا. فهذه فضيلة أن الله سبحانه وتعالى سماها في كتابه وأشاد بذكرها. ثاني الفضائل المهمة أن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون هذه الصلاة مجتمعا للملائكة ومحفلا من محافل الخير والطاعة والعبادة، محفلا في ضيافة الرحمن. لا يحضر هذه الضيافة إلا من كتب في وفد الرحمن من المطهرين الأبرار. يعني عشان تحضر صلاة الفجر يبقى أنت سبق أن كتبت في وفد الرحمن، أنت مكتوب ومسجل في وفد الرحمن من المطهرين الأبرار. دليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل صلاة الجمع يعني الجماعة على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح، تجتمع الملائكة مجمع الملائكة في هذه الصلاة. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فهي مجمع للملائكة. وفي اختصاص أهل هذه الصلاة بتسمية وفد الرحمن ووصف الأبرار جاء الحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن سيدنا أبي أمامة البايلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر، لهم ركعتين إيه؟ سنة الصبح، فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار. سجلت هذه الصلاة ضمن صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. يبقى الصلاة تكتب في صلاة الأبرار والمصلي يكتب فين؟ في وفد الرحمن تبارك وتعالى. فهذه ما هي صلاة الأبرار؟ صلاة احنا اتكلمنا في صورة الواقع عن الأبرار، وقلنا ان الأبرار طبقة من المصطفين من عباد الله سبحانه وتعالى، هم السابقين يعني. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم.
Inshallah, tonight we will basically talk about the worship of prayer and the benefits of prayer and how Allah subhanahu wa ta'ala chose the Fajr prayer as well as Asr and Isha prayer to be beneficial and to be blessed, especially in Jama'ah prayer more than others. And Allah subhanahu wa ta'ala chose those who are noble, those who are righteous to attend and to perform who are blessed to perform this prayer to be among the elite and among the most noble from all other deeds and other worship of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as Allah subhanahu wa ta'ala made the greetings of the angels to those who perform these prayers again among all other worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And we're going to start tonight, inshallah, with Fajr prayer as that prayer, when it's performed in Jama'ah prayer, in congregational prayer, was blessed with many honor and many rewards. And actually, we'll talk about these benefits and also the loss and the missing of those who actually do not pay attention to Fajr prayer in performing it, and also and especially in Jama'ah. And the first of this honor of this prayer that Allah subhanahu wa ta'ala called it or named it in the Quran, in the verse of the Quran as referred to it, of the recitation of the Quran in this time of the day. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Isra, what can be translated, perform prayer before sunrise, before sunrise to the depth of the night, and the recitation of Quran of Fajr. That recitation was always been witnessed, and Allah subhanahu wa ta'ala witnessed by the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. So the scholar said when the reference to the recitation of Fajr is the recitation of the prayer, to the prayer of Fajr itself. And the second benefit that Allah subhanahu wa ta'ala meant and in his will for this prayer to be a gathering for the angels, a gathering for the enlightenments in the avenue of goodness and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala in his reception. It's like a reception that Allah subhanahu wa ta'ala assigning a reception for the righteous to attend, for the angels to attend. And that happened in this time of Fajr, as those who are attending are invited, are blessed, and they are the righteous, the noble among us. And in a hadith that narrated on the authority of Abu Huraira, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, what can be translated, the benefit of Fajr prayer, the benefit of group and congregation prayer above or over the one praying single or by himself is a multiple of 25 degrees or ranks. There is more blessings that it can be up, it can be 25 multiples. And the angels gather, the angel of the night as well as the angel of the day gather in this prayer. And then Abu Huraira actually recited the verse of Surah Al-Isra referring to the recitation of a Quran in Fajr as being witnessed by the angel of Allah subhanahu wa ta'ala. And about the blessing of this prayer and calling it and describing it and being among those who attended among the righteous, it was narrated on authority of Abu Umamah that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, whoever do ablution, then come to the mosque and pray two raqah before Fajr prayer, then, which is actually the sunnah of Fajr,
than he actually set until he prayed Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala will record that day his prayer among the prayer of the most righteous. And I ask about that, about the imam and those who actually the people of the right that were described in Surah Al-Waqi'ah, and those who are actually the most forgiven, and the one who will be inshallah in heaven. And and the third of the benefits now فالأول إنه هذه الصلاة مشهودة أول ما لك فيها، والثانية أنك صلاتك تكتب في صلاة أصحاب اليمين، ربنا يجعلنا منهم اللهم أمين، ربنا يجعلنا من السابقين، وتكتب في وفد الرحمن تبارك وتعالى. ثالث الفضائل أن هذه الصلاة تمنح من حضرها وقطع نومه لأجلها أجر قيام الليل، وفي ذلك الأمر روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يعني أحياه بالصلاة. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الجماعة بقولوا في التصوير ما حدش يعدي ويروح بيه. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني عندما تصلي صلاة الفجر فكأنك قمت الليلة بهذه الصلاة. ولذلك الإمام مالك روى في الموطأ أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. أنه يحضر صلاة الصبح في جماعة أفضل من أنه يحيي الليل ثم ينام عن هذه الصلاة. فإحياء الليل كله مع النوم عن هذه الصلاة لا يغني. وسوف نرى أن هذه الصلاة أيضا فيها أشياء كثيرة جدا، ترى أنه فعلا المحافظ عليها وعلى القيام لها وقطع النوم لأجلها حاز فضائل كثيرة من الله سبحانه وتعالى موعودة على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. So as we mentioned about the blessing of this prayer being witnessed by the angels and those who attended enjoy the blessing of those who be in the right in the day of judgment, and those are the company of the of Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth benefit that this prayer actually give whoever attended it and who went through the trouble of interrupting his night to witness it is the blessing and the reward as if he stood for prayer all night. And that actually was narrated in a hadith, Uthman ibn Affan, that he said that I heard the Prophet Muhammad, peace be upon him, saying, whoever pray Isha in congregation as if he actually stood for prayer half the night, and whoever pray Subh or Fajr prayer in congregation as if he actually prayed and stood up for prayer the whole night. And from this Malik, it was narrated by Malik that Umar, may God be pleased with him, said that that me witnessing and attending a Fajr prayer in congregation is loved by me more than standing up for prayer the whole night. Just an indication of how blessed and how beneficial and rewarded this prayer. رابع الفضائل المهمة إنه من حضر هذه الصلاة، صلاة الصبح أو صلاة الفجر، كتب له أمان وحفظ من الله تعالى، بقى معاه صك أمان من الله سبحانه وتعالى، صك حفظ. وفي صك ذلك الأمان الإمام ابن ماجة روى في السنن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. هذه الذمة وهذا الأمان تعني أنه في جوار الله، تعني أنه في جوار الله عز وجل، ومن كان في جوار الله وذمته كان في أمن وطمأنينة إن عاش أو مات. ده جوار الملك، ملك الملوك. شوف أنت لما تكون في جوار عبد من العبيد يعني بتبقى في حصانة، ما بالك لما تكون في جوار الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن نقض عهد الله وذمته بترك هذه الصلاة والتهاون بها، لأنه من أعرض عن أمان الملك تعرض للهلاك. الملك بيعرض عليك الأمان بتاعه، بيعرض عليك جواره، فلما ترفض جوار الملك تبقى عرضت نفسك للهلاك. وفي تقرير هذا المعنى الإمام مسلم أخرجه في الصحيح عن جندب بن عبد الله القصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. يعني خسارة هذا الأمان، خسارة هذا الجوار ليس بالهينة. علشان أقول يعني هو عرض علي الجوار وأنا ياخده يا مخدوش، لا، اللي يرفض جوار الملك يبقى عرض نفسه للهلاك. فلابد أن الإنسان المسلم يضع نفسه في هذا الجوار، يحافظ على هذا الجوار، يحافظ على أن يكون في أمان الله سبحانه وتعالى وفي ذمته بشهود هذه الصلاة، وألا يهجرها على الإطلاق. And the fourth benefit of attending Fajr prayer that whoever perform it and witness it, he enjoy the peace and the care and the protection of Allah subhanahu wa ta'ala, as it was narrated in hadith by Ibn Majah on the authority of Samra ibn Jundub that the Prophet Muhammad peace be upon him said, whoever pray Fajr prayer, he is actually in the care and the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. And that care actually is the care of the King of Kings, the care of Allah subhanahu wa ta'ala. And he will enjoy the peace and the protection as long as he's alive and after his death. And for that, Allah subhanahu wa ta'ala, for that, the Prophet Muhammad, peace be upon him, forbid us from contradicting or negating this covenant with Allah subhanahu wa ta'ala by leaving this prayer. As whoever invited to be in the care of Allah and actually let it go and let it pass, he actually put himself in a position of demise and a position of being hurt, as it was narrated that the Prophet Muhammad peace be upon him said, whoever prays Fajr prayer, he is in the care and the protection of Allah, as whoever does not care to respond to that invitation and to respond to that care of Allah subhanahu wa ta'ala, he exposed to himself to be in demise and in the hellfire. خامس الفضائل المهمة أيضا إن صلاة الفجر نور لصاحبها يوم القيامة. ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يبقى فينا قسم مشترك بين الفجر وبين إيه وبين العشاء، بين الفجر والعشاء، المشي في الظلم إلى المساجد بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالنور التام يوم القيامة. وإحنا قرينا في سورة الآن الورد بتاعنا في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي صحيح ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة، يعطى ذلك النور الذي وعد الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب اجعل لنا ولكم نورا يوم القيامة، اللهم آمين رب العالمين، ويثبت لنا هذا النور، اللهم آمين. لأنه أنت تشوف المؤمنين لما يشوفوا نور المنافقين انطفأ بيقولوا إيه في سورة التحريم، في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وينتهي من تحت النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. لأنه بيشوفوا المنافقين بيبقى معهم والعياذ بالله نور، لكن هذا النور يضللهم، أحوج ما يكونون إليه عند العبور على الصراط ينطفئ النور، هنالك يفزع أهل الإيمان فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم النور وأن يتم عليهم نورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتينا وإياكم هذا النور، اللهم آمين، وأن يتم لنا نورنا حتى ندخل به الجنة إن شاء الله، آمين. The fifth benefit that Fajr prayer mandate for whoever accomplish it, that he will be bestowed on the blessing of light and illumination in the day of judgment. As it was narrated on the story of Sahal ibn Sa'd, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, give the good news or give the blessings to those who walk in the darkness to the mosque with light, with complete light, with perfect light in the day of judgment. And in this hadith, you can actually gather the connection between Fajr prayer and Isha prayer, as both of them at night, and as both of them when you walk to the masjid for congregational prayer, you will enjoy, inshallah, that blessing of the light, of complete light, perfect light in the day of judgment. And also it was narrated on the Sufni Abi Darda that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, whoever walk in the darkest night to the mosque, Allah subhanahu wa ta'ala will bestow on him a light in the day of judgment. And again, that light in the day of judgment is a blessing in the hardest of time, as we know that the believer and the righteous will see those who are wicked or disobedient as they walk. They don't have any lights, they don't have any guidance in that hard time and that tough time, and they will supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, complete our light for us, complete this perfect guidance for us to be on a straight path and not to be misguided in the day of judgment. بعد كده الفضيلة السادسة هي فضيلة مهمة كل مسلم بيتمناها، وهي فضيلة دخول الجنة والتمتع برؤية المولى سبحانه وتعالى، برؤية ربنا سبحانه وتعالى. هذه المتعة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى أن لا يحرمه لذة النظر إلى وجهه الكريم، وعلمنا نحن أهل الإيمان أن نسأل وأن ندعو بذلك الدعاء. هذه المتعة مكفولة بهذه الصلاة، دخول الجنة ومتعة رؤية المولى سبحانه وتعالى. أما صك الدخول إلى الجنة وارتباطه بصلاة الصبح، جاء الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. والبردين هم يا شيخ إبراهيم؟ العصر والفجر. أيوة، لأنه سألت إبراهيم لأنه قبل كده اختلفوا عليه الناس وهو كان صح،
فاتصل عليه وسألني وقلت له العصر والفجر، هو كان صح والباقين قالوا له العشاء والفجر. البرداني هما الصبح والعصر في جماعة، في جماعة. نعم، من صلى البردين دخل الجنة، ده وعد دخول الجنة. أما ما جاء من الوعد بالتمتع بلذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، ففيه جاء الحديث المخرج أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة التمام نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر، وإحنا قلنا لكم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسة متكاملة، كان يعني يستخدم الوسائل التعليمية، الوسيلة المتاحة يستخدمها ثم يحدث الناس بهذه الوسيلة. فلما رأى القمر في ليلة التمام نظر إليه ثم قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون، لا يكون عندكم ضيم ولا شك ولا ريب في هذه الرؤية. فإن استطعتم، يعني إذا أنت عاوز تشوف ربك، إذا أنت عاوز تتمتع هذه المتعة، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إيه الصلاة اللي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟ صلاة الصبح وصلاة إيه؟ صلاة العصر. في عندي قسم مشترك مرة بين العشاء والفجر، والآن قاسم مشترك بين العصر والفجر. هنقول ليه العصر والفجر زي ما قالوا السادة العلماء. And the thicks or benefit of Fajr prayer is actually materialized in attaining the ultimate goal, which is attaining heaven, and in getting the chance and getting the blessing to be able to see Allah subhanahu wa ta'ala directly. And about this blessing and this goal, inshallah, of every Muslim, it was narrated by Abi Musa al-Ash'ari that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, whoever pray the two prayers, Fajr prayer and Asr prayer, actually will, inshallah, enter heaven. And we're talking about whoever attained these two prayers in congregational prayer, he is, inshallah, guaranteed heaven. And about the promise of seeing and enjoying looking at the face of Allah subhanahu wa ta'ala, it was narrated on the story of Jarir ibn Abdullah that he said, we were sitting with the Prophet Muhammad, peace be upon him, and then the Prophet looked to the moon, and it was a full moon, a beautiful moon. And the Prophet, the Imam, made a comment that the Prophet always brought the message to his companion in full action. So as he see the moon, and he very complete and very clear and very well seen, the Prophet said that you, talking to his companion, that you will see and you will witness your Lord Allah subhanahu wa ta'ala as if you see this moon, that you will not be having any obstacles or any barriers. If you were able to if you're able to resist any difficulty or hardship in performing two prayer, one before sunrise and the second one after sunset, meaning Asr prayer and Fajr prayer, then Jarir recited a verse from Surah Taha, what can be translated, glory, glorify and thank your Lord before sunrise and after sunset. Before sunset, I'm sorry. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Before sunset. قرأت آية. طيب، ليه بقى خاص الفجر والعصر بالذكر؟ العلماء قالوا أن الصبح وقت النوم،
وقت النوم عزيز الإنسان، يعني يقوم من تحت غطائي ودثاري، وخصوصا لما يكون في البرد، ويقوم للصلاة. والعصر وقت الاشتغال بالتجارة، وأيضا انقطاع الإنسان عن العمل وتحصيل المال لأجل الصلاة يكون شق. فمن حافظ عليهما وداوم على أدائهما مع المشاغل كان الظاهر من حاله المحافظة على غيرهما من الصلوات. مش معقول هيقطع نومه وحيضيع الصلاة اللي هو فيها مستيقظ، وحيقطع تجارته وحيصلي العصر وبعدين يضيع الصلاة اللي هو فيها فاضي، وقت فضاء بالنسبة له. فهذا دليل على أنه من أشد الناس محافظة على الصلاة. وهذان الوقتان أيضا مشهودان يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار. وحنشوف الحديث ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فبيجي ملائكة الليل يرفعوا أعمال العباد. فهذا الوقت، وقت الفجر ووقت العصر، وقتان مشهودان يشهدهما الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويرفعن فيها أعمال العباد. فإذا رفع عمل العبد في هذا الوقت مع شهود الملائكة، إن شاء الله يقع العمل مكفرا لصاحبه، ويقع مغفورا لصاحبه، فيغفر له ويدخل الجنة مع ما في الصلاة من حصانة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لما يستقبل يوم أيضا مصليا فيذكر بصلاته دائما ربه، فلا يواقع الفواحش ولا المنكرات. وكذلك عندما يقطع وسط النهار قبل الغروب فيصلي، يظل أيضا متيقظ النفس، فلا يقع في الفواحش والمنكرات. دي ميزة صلاة الفجر وصلاة العصر، وخصوصهم بالذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذه المعاني التي استنبطها العلماء من أحاديث أخرى ومن آيات قرآنية. So why the Prophet actually mention and specify Fajr prayer and Asr prayer to enjoy that blessing and these bounties? And the wisdom in that the Fajr prayer is the time of sleep, and Asr prayer is the time of being busy with business and life activity. So whoever adhere and make certain to attend these prayers in congregation, it will actually indicate that he is able to perform the other prayer in time and in congregation if he can, because this is the time of sleep and he is actually making sure to get up and attend the prayer, and the time of business and being busy with making a living, he actually taking the time to do Asr prayer. And that again will indicate his ability to perform all other prayer inshallah on time. And these two times also are being witnessed by the angels of the nights as well as the angel of the day. They carry and lift the deeds of the servants to Allah subhanahu wa ta'ala with the blessing of being blessed and being a makeup for other sins and other shortcoming, making it a good avenue to heaven inshallah. As well as performing Fajr prayer will give you protection and will give you the care of Allah subhanahu wa ta'ala, and as well as Asr prayer keeping you away from mishaps, shortcoming and wickedness. طبعا من أدخل الجنة فقد زحزح عن النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: من أدخل الجنة فقد زحزح عن النار. ومن هنا جاء حديث مسلم في الصحيح عن عمارة ابن رؤبية قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن يلج النار أحد، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلى الفجر والعصر. وهذا ميثاق من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أدخل الجنة وزحزح عن النار حقيقة. طيب لما تكون هذه الصلاة مع الصلوات المشتركة معها بهذا القدر وبهذا المكان،
إذن يكون التهاون أو اتخاذ التخلف عنها وتضييعها عادة للإنسان من الذنوب الكبار التي تعد في جملة النفاق. ولذلك جاء الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ فلان حاضر معانا هذه الصلاة؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ سأل عن رجل آخر حاضر معانا هذه الصلاة؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. خلي بالك من توصيل المعلومة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أوصل هذه المعلومة لجمهور الحاضرين في صلاة الفجر. سأل أمام الملأ جميعا: فلان معانا في هذه الصلاة؟ قالوا: لا. طبعا كان في منافقين معلومين النفاق، يعني مجاهرين بنفاقهم، يعني كل الناس عارفاهم، فقالوا: لا. قال فلان، سأل عن رجل آخر موجود، قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء. هنا الصلاة اللي هي صلاة الظلم، صلاة الليل، صلاة العشاء بعد ما يقع التعب من النهار وتعب العمل بالنهار تكون صلاة العشاء، وفي خلد النوم وعزي تكون صلاة الفجر. ثم التفت إلى الحاضرين وقال: ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. يعني إن الفجر والعشاء كما هو واضح من أثقل الصلوات على المنافقين لغلبة الكسل فيهما ولقلة تحصيل الرياء لهما، وقد يقع في ذلك بعض أهل الإيمان. احنا قلنا لكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للناس: أيكم يحب أن يكسب في اليوم 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة وترفع له 1000 درجة، وذكر حديث جميل، قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: تسبح بس 33 وتحمد 33 وتكبر 34 واثنان تاخد كل هذا الأجر. قالوا: دي حاجة سهلة، أو دي وصفة هايلة، دي حاجة سهلة، كلنا نقدر نعمل كده. قال: ما هو الشيطان يأتي أحدكم فينومه، ساعة ما يجي يعمل كده يجي له الشيطان يقول: أنت تعبان وهل كان، نام يا مسكين، يوم نايم لا يسبح ولا يكبر ولا يحمد. فالأجر معروف وموجود وحاضر، لكن في عدو بيتربص بنا حتى يريدنا المهالك فينسينا ذكر الله سبحانه وتعالى. فكذلك الفجر والعشاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا من أثقل الصلوات على المنافقين. ليه؟ لأنه اللي يغلب فيهما الكسل على الناس ولقلة تحصيل الرياء فيهما، ما حدش شايفه. الحاضرين العشاء أعدادهم قليل دائما، فمش كتير أو مش موقف مباهاة زي الجمع وزي الصلوات النهارية الظهر والحاجات دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها ثقيلة على قلوب المنافقين، ثم توجه بخطابه للحاضرين رافعا همتهم للمداومة على شهود صلاة الفجر والعشاء، فقال: ولو تعلمون أيها المؤمنون ما فيهما من الأجر والثواب الزائد لأتيتموهما ولو زحفا ومشيا على الركب. لو أن اطلعنا وكشف لنا الغيب وشفنا الثواب المتحصل والأجر المتحصل على هذه الصلوات، لو لم يمكننا إلا أن نزحف على ركبنا لزحفنا لتحصيل هذا الأجر. لكن المشكلة أن احنا كثيرا ما منصدقش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقع فينا غفلة عن احنا يعني نعاود تذكر ذلك الثواب حتى يكون حافز أمام أعيننا. لأنه سيدنا النبي اللي كلمنا، تعرفوا مرة واحد من الصالحين قال: إني رأيت الجنة والنار. قالوا: يا سلام، شفت الجنة؟ قال: نعم، شفت الجنة والنار. قالوا: كيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق من رؤيتي. لأن ربنا لما وصف سيدنا النبي قال: ما زاغ البصر وما إيه وما طغى، لكن إحنا بصرنا قد يزيغ وقد يطغى. فأنا شفتهم فعلا، شفتهم حقيقة. إزاي شفتهم يا عم؟ شفتهم بعيني رسول الله، مش النبي شافهم وقال عليهم؟
ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسخ من رؤيتي بنفسي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مفروض إحنا يكون جوابنا كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا وقال لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو زحفا على الركب. ومن هنا إخواني وأخواتي كان من ترك شهود صلاة الفجر والعشاء بغير عذر معلوم، طبعا هناك أعذار وإحنا عارفين ديننا يعني خير من يقبل الأعذار، ديننا سيد من أعطى الرخص للمعذورين، يعني ديننا سيد من أباح في الضرورات المحظورات ومن رفع المشقة عن العباد، كلتنا عارفين هذا. ولذلك احنا لازم نبدا نؤكد انه هنا ترك شهود هذه الصلوات بغير عذر معلوم يكون معرضا للتهمة وإساءة الظن به. في شعب الإيمان سيدنا عبد الله بن عمر قال كان الرجل إذا لم يشهد معنا العشاء والفجر أسأنا به الظن. يقول يا لطيف ليكون صاحبنا من المنافقين وإحنا مش واخدين بالنا، يسيء به الظن لما يتخلف ويجعل التخلف عن الفجر والعشاء عادة له، يسيء به إيه؟ يسيء به الظن. يقول كان الرجل إذا لم يشهد معنا العشاء والفجر أسأنا به الظن. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يرون أن التخلف عن الصلاة بالجماعة من غير عذر والاعتياد على ذلك والمداومة عليه ليس إلا نفاق. ولذلك سيدنا الإمام مسلم روى عن سيدنا عبد الله بن مسعود في الحديث الطويل حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يستند على الرجلين وهو غير قادر على الحركة حتى يقام في الصف، حتى يقف مع إخوانه في صفوف الصلاة. فهذه الفضائل لابد إخواني وأخواتي اللي وردت في المحافظة على هذه الصلاة وتلك المحاذير والزواج اللي من تخلف عنها تجعلنا نحرص على أن يكون لنا يوم، يكون لنا أيام، يكون لنا لو ما أضرش كل الأسبوع أضر يوم أو يومين أو ثلاثة، أبطن نفسي أن يكون لي عادة أن أكون في الصف في الصلاة. وحنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة هذا الأجر كان يوقظ السيدة فاطمة عندما تزوجت يمر على بيتها منبها إياها لهذه الصلاة، لأنه يكره لابنته أن تفوت هذه الصلاة. So whoever attained heaven and was basically squeezed away from hellfire is the real winner, as it was narrated on authority from Umar ibn Ru'aybah, that he said, I heard the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, he will never enter hell, fire, that servant who actually pray before sunrise and before sunset, meaning again, Fajr prayer and Asr prayer. Because of all these benefits and that we mentioned and of Fajr prayer, missing it or staying away from this prayer and wasting it as actually were counted among the major sins that can lead to be counted among the hypocrites. It was narrated by Imam Ahmad and Abu Dawood on a certain Abi Ka'b Ibn Abi Ka'b Ubay Ibn Abi Ka'b that the Prophet Ubay Ibn Ka'b that he said that the Prophet Muhammad peace be upon him prayed with us Fajr prayer, then he stopped and asked is so and so is with us? They said no. Then he asked about another person, is so and so is with us? And they said no. Then the Prophet continued saying, these two prayers are so heavy for the hypocrite
and he was referring to Fajr prayer and Isha prayer. That it is very heavy for the hypocrite to be able to go over the difficulty and obstacles to attend them. And then the Prophet continues saying, if you know what the benefits and what the blessings of these two prayers, that you would come to it even crawling on your knees. And the Prophet again was referring to Fajr prayer and Isha prayer as they are very heavy for the hypocrite, because they can be lazy, and also it is not a venue or an avenue for the hypocrite to show off, because there is not a whole lot of people attend Isha prayer or Fajr prayer, and that what the hypocrite seeks to be seen, seeks to be known as a righteous person hiding his true personality. Then when the Prophet, as he explained that, he told his companion, if you really know that blessings and these blessings and these bounties, you will come to this prayer crawling on your knees. And the Imam was making a reference that the Prophet was, in a long hadith, was prescribing a good thing for the righteous to do is to kind of glorify Allah subhanahu wa ta'ala before they go to bed 33 times, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. And the companion were very happy, and he said, well, that's easy deal, you know, we can do that. And then the Prophet was reminding him that the devil will make him sleepy and will make him tired, and they will actually miss such a blessing, such an easy blessing to collect, which is just to glorify Allah subhanahu wa ta'ala before to go to bed. The intention might be good, but you forget that the devil will always be standing in your way. And from that, leaving Fajr prayer and Isha prayer in congregation without a good excuse can actually be a reason for people to have a bad thoughts about you. As it was narrated on the authority of Ibn Umar, that he said that a man would not witness with us or would not attend with us Isha and Fajr prayer, that we would actually start having a bad thoughts about him, you know, thinking that he is again among the hypocrite. And but actually the companion used to see whoever leave behind congregational prayer without an excuse as they count him as among the hypocrite. And about that, it was narrated in the Sufi of Abdullah ibn Mas'ud that he said that we used to see or consider whoever leave behind these two prayers to be among the hypocrites that known to be a hypocrite. And actually then he added that when these two prayers are in session, a man who would be actually too tired or too ill to come, he would come carried or supported by two of his brother to put him in line so he can attend the prayer. And that can actually give you an indication of how the companion and early Muslims used to adhere to this prayer and to perform them on time. And the Imam making a recommendation for all of us, inshallah, to try to dedicate maybe one day a week to be, inshallah, counted among those who are here in congregational prayer, in Fajr and Isha prayer. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في هذه الصلاة من فضل وبركة وخير وأمان كان يكره أن يفوت حظ السيدة فاطمة الزهراء من هذا الأمان ومن ذلك الفضل، فكان يمر ببابها بعد زواجها من علي رضي الله عنه يوقظها للصلاة. وفي ذلك أخرج الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر، يعني اعتاد ذلك ولمدة كافية، فأنها خلاص تعتاد الاستيقاظ لوحدها، ربما تتساقل
في أول حياة الزوجية وفي بيت جديد وفي فراش آخر غير فراش بيت أبيها، فتتساقل بستة أشهر كافية. ستة أشهر إذا خرج صلاة الفجر يمر على بيتها يقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأظن ده أعظم تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، إنها مصطفى، وأنه ينبغي للمصطفى ألا يترك مثل هذه الصلاة. وإحنا أيضا لابد أن نعرف أننا مصطفين من الله سبحانه وتعالى، ما دام الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا هذه النعمة وأسبل علينا لباس الإسلام، فهذا نوع من الاصطفاء، هذا نوع من الهداية التي هي هدية من المولى سبحانه وتعالى أهدى إلينا كما قلنا اليوم في خطبة الجمعة. وكذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. لما علموا من جليل فضل هذه الصلاة وسوء عاقبة التخلف عنها، كانوا أحرص الناس عليها وعلى الدعوة إليها، وذي اللي احنا عاوزين نعمله، إن احنا أيضا نكون دعاء. احنا الحمد لله موجودين الآن في صلاة العشاء، وكل جمعة هذه الوجوه الطيبة الحمد لله معنا في صلاة العشاء، فنحن نخاطب فيكم، نخاطب أنفسنا ونخاطب فيكم أنفسكم ونخاطب فيكم الدعوة إلى الآخرين، لأن مهمة من المهام الطيبة أنك تدعو صديقك وقريبك ونسيبك إلى مثل هذه الصلاة. فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه تقليدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ الناس وفي طريقه إلى صلاة الفجر فينادي قائلا الصلاة الصلاة، وانتم عارفين هو قتل وهو يؤدي هذا العمل الجليل، وهو خليفة وأمير للمؤمنين، كان لا يستنكف أن يمر في طريقه ينادي الصلاة الصلاة. وغدر به عبد الرحمن بن ملجم المراد لعنة الله تعالى عليه وهو في هذه المهمة العظيمة، وهو متوجه إلى صلاة الفجر وينادي على الناس الصلاة الصلاة. بل إن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رفض مداواة عينه بالتنزه بين الخضرة والجو الطليق خوفا على فوت العشاء والفجر. في سيرة سعيد بن المسيب لما اشتكى عينه قالوا لو خرجت إلى العقيق، والعقيق في هذا الوقت كان خارج المدينة، مش عارف الوقت دخل المدينة ولا لا، دخل المدينة. كان زمان العقيق بعيد، وفي العقيق خضرة وجو براح وهواء طلق، فهذا مريح للنظر. فقالوا تخرج تروح العقيق تلاوي عينك هناك. وكان سعيد طبعا ممن تعلق قلبه بالمسجد، يعني لما حصلت المدينة كان يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرف وقت الصلاة بسماع الأذان، احتبس حبس نفسه لله في المسجد، لم يخرج ولم يشارك في شيء، فكان قلبه معلق بالمسجد. فأجابه قائلا فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح، هروح العقيق تبى صلي العشاء والصبح إزاي، صلون وحدي يفوتوني في الجماعة. فلم يقبل المداواة بالخروج خارج المدينة خوفا على فوات اللي العشاء والفجر. يبقى إحنا يا إخواننا لابد إن إحنا في هذه البلاد، مثلا إحنا يوم السبت الصبح بنعمل حلقة الصبح وبنقعد نصلي نقرأ كلمتين، نقعد نذكر ربنا بذكر معنى آية قرأناها حتى نصلي الضحى يوم السبت، وهذا يوم كثير من الناس لا يذهب للعمل فيه. كذلك يوم الأحد، وهي من الأيام التي يكون مسجد فيها خاوي. كذلك في الأيام العادية تستطيع أنك تضبط، يعني تضبط المنبه بتاع الاستيقاظ بتاعك قبل الذهاب للعمل بنصف ساعة، خصوصا الآن بنصلي الصلاة الفجر الساعة 5:30 الأسبوع الجاي 6:15، بعد أسبوعين هتبقى الساعة 6، يعني بقينا متداخلين مع وقت العمل، متشابكين مع وقت العمل. يعني هناك الحمد لله الأمور ميسرة كثيرا بالنسبة لنا، وزي ما قلت إن إحنا على الأقل يعني يكون لنا أيام مبقى، يعني يوم الجمعة، يوم كمان السبت، يوم الأحد، أنتهز فرصة الأجازة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ ده عشان أروح عن نفسي فيه بس ما يفتنيش حظ من العبادة. أنا فتني حظ من العبادة أما أكون مكفي عندي الكفاية وعندي فراغ، ولو أدي حق الله سبحانه وتعالى أضعت نفسي.
لأن الكفاية التي تزعج الناس وتضيع عليهم كثير من الطاعات عدم الكفاية. لما يكون واحد فقير وبائس لا عنده لا راحة ولا يعرف يستريح ولا عنده وقت فراغ خالص، مشغول الليل والنهار عشان يعرف يطعم أولاده. ففرصة في هذه البلاد إن إحنا زي ما قلنا نكون دعاء، إن إحنا نحرص على عمارة المسجد بالصلاة في الجماعة عشان نفوز بهذه الرحمات، وخاصة الصلوات المهجورة، صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة العصر، مثل هذه الصلوات عشان نسعد بشهادة الملائكة لنا. لما تصعد الملائكة لله سبحانه وتعالى يسألهم يقول والله إحنا ذهبنا إليهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وحسبك بشهادة الملائكة شهادة أن يكون معك شهيد عند الله سبحانه وتعالى. الحديث في هذا الموضوع كثيرة، لكن حسبنا هذا القدر. إن إحنا زي ما اتفقنا إن إحنا نكون إن شاء الله لأنفسنا فاعلين ولغيرنا داعين، حتى نحرص على هذا الأجر العظيم ونصدق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، هذا من الكفاية. لما قالوا إن كفيناك المستهزئين، وده حيتكلم عنه من الجمعة الجاية، إن كفيناك المستهزئين زي ما قلت أنا وإنت وانتشار هذا الدين وبث السنة النبوية وروحها في أجسادنا وحركتنا في المجتمع، هذا جزء كبير جدا من كفاية النبي صلى الله عليه وسلم المستهزئين. فأن تعمر المساجد وتستمر بوجودنا هذه كفاية، كفاية عظمى. يبقى كفيناك المستهزئين، هؤلاء الناس هم كفاة المستهزئين برسول رب العالمين، لأنهم يصدقونه فيما قال ويعملون بما أمر، فهم يطيعونه طاعة ويرون الأشياء بعينه صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل الذي رأى الجنة والنار يرون كل شيء بعينه إذا وعد، فوعده صدق لأنه وعد مكفول من الله تعالى بالضمان. فهو لا المطلوب مننا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا يعني هذا الحديث كنت كتبه من فترة وكنت نفسي أعمل فيه خطبة جمعة، لكن كانت تبقى طويلة قوي، وبعدين أنا كلمت في موضوع الصلاة قبل كده فالناس هتقول لك هو الشيخ، والناس بتزعل لسه نتعلم الصلاة، مع أن احنا كتير من الأشياء ما تعلمناهاش صح، لكن معلش يعني أرجو أن احنا إن شاء الله بإذن الله نوفق، فإن احنا إن شاء الله نكون المسجد بنا عامل في صلاة الفجر والعشاء على الأقل كما قلنا في أيام الأجازة، وفي الوقت اللي يكون فيه العمل قريب من صلاة الصبح نكون قريبين من المسجد نصلي الصبح فيه ثم نتوجه للعمل إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم أمين رب العالمين، وأن يوفقنا وإياكم إلى هذا الأجر العظيم وأن لا يحرمنا ذلك الثواب الجزيل، اللهم أمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وآله وتقبل الله منكم وجزاكم الله خيرا وإياكم. Because of all these benefits and all these blessings of Fajr prayer and the consequences of leaving it behind, the Prophet Muhammad peace be upon him made sure and adhere to the habit that every time he go out for Fajr prayer, he actually pass by the house of Fatima, his daughter, after she got married, to actually wake her up for this prayer. As it was narrated by Anas ibn Malik that the Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pass and make sure to go by the house of Fatima for a period of 6 months after she got married. Every day he go out for prayer saying, wake up the offspring of the Prophet, the Ahl al-Bayt, the offspring of the Prophet Muhammad, peace be upon him, for prayer. And then he used to recite the verse 33 of Surah Al-Ahzab that can be translated that Allah subhanahu wa ta'ala want to dissipate all kind of bad things from you, the offspring of the Prophet and the family of the Prophet, and to cleanse you and make you among the noble people. So the same, the hearts of the companion and the early Muslim was associated with this prayer, and they were actually
people who accomplish it, as well as they invite others to these prayers and remind others of the benefit of this prayer, as it was narrated in a history of Umar ibn al-Khattab, may God be pleased with him, that he used to wake Ali. Ali, may God be pleased with him, used to wake people up as he walked to Fajr prayer, yelling and in a loud voice, prayer, prayer. So he was going to the Fajr prayer, and he actually wake up whoever on his way, and he was actually was assassinated while he was performing this noble duty. And another story about Sa'id ibn Musayyib, that he was actually complaining about his eyes, and he was advised to go to Al-Aqiq, and it's an area outside Medina, that or used to be outside Medina, that actually full of greenery, and they advised him to go out, and maybe that will help his vision. And his objection, his main objection was, if I go and there, how what I'm gonna do with the Fajr and Isha prayer? How I'm gonna perform them? Am I gonna perform it on my own? So he is actually, that was his objection, to go out for to cure his eyes. And the Imam was making a reference to the fact that we have Saturday morning, we have a very blessed time in the Masjid performing Fajr prayer. Then we have a listen between sunrise, between Fajr and sunrise, and it's a day of for the majority, same as Sunday, and it's a chance for all of us, inshallah, to collect and harvest some of these blessings. So again, these two prayers among the most neglected prayers in congregation, Fajr and Asr prayer. And if we, with the time change right now, you know, we pray Fajr 5:45, and whoever go to work at 7 or 8, you know, if he can arrange his schedule to be able to perform in the masjid, definitely he will be able to collect all these rewards, enjoy the witnessing, being witnessed by the angels, and we actually become more of a representative, a true representative to our faith and our belief, in putting our deeds in action, and will be actually a moving representation of the teaching of the Quran and the Prophet Muhammad, peace be upon him. So the message, try to do the best you can in your day off or in your time that you can attend congregational prayer, especially these two prayers, Fajr and Asr prayer and Isha prayer. Assalamu alaikum. بارك الله فيك. تسلم. أبشر ميلك في حالك. والله.